مرحبا. أيها السافل الحقير، أين هي زوجتي؟ دعوا زياد، سأقتله. دعه يتكلم، إن قتلته لم نعثر على هند. حج مبارك، أين زوجتي؟ إنها بأمان. أين هي؟ في الحفظ والصون، ولكن قل لي أولا أين هي زوجتي أقول لك أين زوجتك. ماذا؟ لا تقول لي إنكما لا تعلمان بمكان وجود المهدي وعائلته. لا، لا نعلم مكانه. إذن سأمنحكما بعض الوقت لتعلما وتعلمان. وما دخل زوجتي بكل هذه المشاكل؟ المشاكل قد كثرت يا عزيزي، وتشابكت المصالح مع بعضها البعض. أكرر، قل لي أين زوجتي أقول لك أين زوجتك. سأقتلك. ستقتلني قبل أن تعلم بمكان وجود زوجتك أم بعد. إن قتلتني يا عزيزي ستموت هند من الجوع، فلا أحد غيري يعرف مكانها. سأعود إلى هنا، علكما تكونان قد علمتما شيئا عن مكان وجود زوجتي. سأخبرك الآن. لا. ماذا؟ هل لديك ما تقوله لي يا عزيزي؟ انتظر زياد. ولماذا أنتظر؟ لكي أحمي عائلة عمك؟ أنا أفدي هند بروحي. سنذهب الآن، هيا. قرار حكيم، نذهب معا إلى حيث هي زوجتي، وعندما أراها بعيني أخبرك عن مكان وجود هند. أيها السافل، هيا. زياد، لن أتي معك، علي الذهاب مع أبي لكي نطلب يد ليلى من عمي. أنا آسف زياد. هيا هيا. هل لازالت الطريق طويلة؟ لا، سنصل قريبا، هيا. هل رأيته؟ طبعا رأيته. ومتى سيأتي ليطلب يدها؟ غدا مساء. وليلى؟ سترضى. كيف؟ ومنذ متى تقرر الفتاة عن والدها وولي أمرها؟ قلت لك سترضى، وسنزوجها بسرعة. أنا خائفة عليها. كلميها إذن وأقنعيها. كلمتها مراراً وتكراراً. كلميها أيضاً. مرحباً. أهلاً. أهلاً. ما هذا؟ حليب طازج. لن أشربه، سأغسل به وجهي. ماذا؟ الحليب الطازج يجعل البشرة نقية ناصعة البياض، وأنا بحاجة إلى الإشراق. لماذا؟ لكي أبدو جميلة في يوم زفافي. في يوم زفافك؟ قبلت بأن تتزوجي ورد؟ بمن؟ هل جننت؟ منازل، أخبر قيس بمكاني، سيأتي مع والده قريبا ليطلب يدي من والدي. هيا ساعديني لأغسل وجهي بالحليب. هيا. ما رأيكم بهذه العباءة؟ أليست أجمل من الأخرى؟ بلى، هذه أجمل. شكرا أمي، هيا بنا.
ولكنها خشنة الملمس، قد أشعر بالحر وأتصبب عرقا، فأبدو متعبا مرهقا، سأبدلها. هذه هي مضارب المهدي. أين ستهرب مني يا عم الحبيب؟ هيا. ما رأيكم بهذه العباءة؟ أليست جميلة؟ إنها رائعة. إذن سأرتديها. حسنا، هيا بنا، هيا بنا أبي. ألا تعتقدون بأن إن تلفظت بكلمة واحدة فسأقتلك، مفهوم؟ مفهوم. هيا بنا أبي. هيا. بني، أنا مسرورة من أجلك، لا أريد من هذه الدنيا سوى سعادتك وسعادة أخويك. ادعي لي أمي، ادعي لي. أنا أدعو لك في كل لحظة حبيبي. أرشده إلى هنا؟ لا تلوم هذا الشاب المسكين، فلديه ظروفه طبعاً. عمي، كيف حالك يا عمي؟ كيف حالك يا زوجتي العزيزة؟ أعلم أنك اشتقت إلي. هيا هيا، حضري أغراضك وأغراض الولدين، سنرحل من هنا وبسرعة. هيا. لن تذهب معك إلى أي مكان. قل لي أين هي؟ لقد أرشدتك إلى عائلتك. قل لي أين هي أرجوك؟ هل سمعت ما قاله عمي؟ لن يسمح لي باصطحاب عائلتي إلى الدار. كيف سنتعامل مع هذا النوع من البشر؟ ماذا قلت؟ لن تخيفنا بهذا أيها الجبان. أرجوك يا عمي، دعه دعه يخبرني بمكان زوجتي أولا، فزوجتي بخطر. ارحل من هنا فورا. أرجوك يا عمي، أرجوك. لن أرحل أيها المهدي العزيز إلا بعد أن أحرق قلبك. عمر، قل لي أين هي حبيبتي، أرجوك أرجوك عمر، دلني أين هي حبيبتي. لن تعيشوا بسلام من دوني. عمر، لا لا تموت أرجوك، دلني أين هي حبيبتي. عمر، أين أنت؟ لا تموت أرجوك عمر، لا تموت، أين هي أنت؟ أرجوك، لا دخل لي بكل ما حصل. أرجوك عمر، دلني أين هي حبيبتي. أين هي حبيبتي، قل لي أين هي حبيبتي عمر. لا هنا يا بني. أهلا أبي. قالت لي والدتك إنك راض عن الزواج بابنة المهدي ليلى. نعم أبي، لقد تحدثت إلى أمي وأخبرتها أنني راضي.
وسأذهب معك لأطلب يدها. تعلم يا بني أن المهدي صديقي وأنا أحبه وأحترمه. أعلم. ولكنك لا تعلم عن ابنته شيئا، إنها تعاني من مشاكل نفسية واضطرابات صعبة جدا، وذلك بسبب الإشاعات التي أطلقها عليها ابن عمها قيس المغرم بها المجنون بها. يقولون إنها فتاة جميلة شاعرة ومثقفة، ويقولون إنها جريئة وذكية، وأنا أحب أن تجتمع هذه الصفات بزوجتي. ألا تخشى الإشاعات يا بني؟ لا، لدي شعور بأنني سأقع في حب تلك الفتاة من النظرة الأولى. وإن كانت الإشاعات صحيحة؟ تقصد إن كانت ليلى تحب قيس فعلا؟ نعم. سأنسيها ذلك البائس، سأنسيها إياه بسرعة. لا تخف علي أبي. لست خائفا عليك بني، أنت شاب وسيم وذكي تتمناه كل فتيات القبائل. حضر نفسك جيدا، وغدا صباحا سنذهب إلى هناك ونطلبها. كاد يقتلها، لو لم يقتله ربيعة لقتل ابنتي. كيف سأجد حبيبتي الآن؟ كيف سأجدك حبيبتي؟ أين أنت؟ أين؟ أريد ولدي، أريد ولدي، أين هما؟ إنهما هناك مع جدتي ربيعة وشقيقتي. أريدهما هنا بقربي، أريدهما هنا بقربي. لا لمياء، لا، أنت لست بخير، عندما تتحسنين سنأتي بهما إليك. لن أتحسن بعد الآن، لن أتحسن أبداً. سأذهب. إلى أين؟ سأجد زوجتي، سأجدها، سأجد حبيبتي. مسكين. سيدي، لقد كفنته وأصبحت جثته جاهزة لكي توارى الثرى، ماذا تريدنا أن نفعل به؟ سندفنه هنا في أرضنا. ماذا؟ ادفنه أنت وربيعة في مكان ما في أرضنا. حاضر. وأهله ووالدته وأفراد قبيلته. اسمعي يا أم لمياء، لقد حاولنا جهدنا وابتعدنا، حاولنا الهروب من المشاكل، ولكن عمر أصر على المواجهة والقتل والإجرام. كان سيقتل لبنى لو لم يقتله ربيعة. لقد دافعنا عن أنفسنا، لم نرتكب أي جريمة يا أم لمياء، لم نرتكب أي جريمة. طبعا لا. سندفنه في مكان ما هنا في أرضنا دون أن يدري أحد، فلو أعدناه جثة هامدة إلى قبيلته سينتقمون منا، وسيكثر القتل بيننا، وربما قتلوا ربيعة. سنجتمع الليلة وتسمعون رأيي. لبنى تعالي. منازل يقول إن ربيع منزعج كثيرا، وهو يرفض العودة إلى هنا، إنه يجلس قرب مقبرة عمر. اذهبي إليه وكلميه.
اسمع ما يدور في رأسك من أفكار وكلمات وتعابير قاسية قد تجرح قلبك وتدميه. اسمعك تقول لنفسك: ربيعة، أنت مجرم، لقد قتلت رجلا، لقد حرمت أما من ابنها، لقد سرقت زوجا من زوجته، لقد حرمت أطفالا من رؤية أبيهم. اسكت أرجوك. أسمعك تقول لنفسك: في أحشاء لمياء جنين كان يجب أن يبصر النور على يدي والده. قلت اسكتي لبنى أرجوك. ولكنني لا أسمعك تقول لنفسك الكلام الصادق الحقيقي المنطقي الذي يجب أن تقوله لنفسك. لا أسمعك تشكر الله لأنه أوجدك في ذلك المكان في تلك اللحظة مع خنجر على خصرك لكي تنقذ زوجتك التي تحب. لا أسمعك تشكر الله لأنك لم تحرم أمي من رؤيتي ولم تحرمني من هذه الحياة. كيف سأكمل حياتي مع لمياء والأولاد؟ كيف سأنظر إلى عيني سعد وعيني مروان وعيني الطفل الذي سيولد؟ بماذا سأجيبهم إذا سألوني يوما عن سبب موت والدهم؟ بماذا؟ حبيبي، كان سيقتلني، كان سيقتلني. ولكنني قتلته. انظري إنه الآن تحت التراب، وبموته كتقول تسببت بموت هند وجنينها وبتعاسد زياد. أنا قاتل لبنى، قاتل. هل تصدقين إذا قلت لك بأنني كنت أكرهه؟ نعم، كنت أكرهه كرهاً عميقاً، لأنه كان خبيثاً وعنيفاً وحقيراً. كرهته منذ اللحظة الأولى، كرهت نفسي معه، كرهت جسدي، كرهت الحب والعواطف والأحاسيس. كان يخونني باستمرار منذ اليوم الأول لزواجنا. كان يخونني وكنت أسكت وأدعي عدم المعرفة لكي لا يضربني أو يذلني. لمياء، اسكتي، اسكتي ودعيني أكمل ما أقوله الآن. وأنا في لحظات الخوف والعبودية الأخيرة قد لا أقوله لاحقا. كنت أحلم بموته. أخبرت أمي مرارا بأنني رأيته في منامي وهو ميت. قالت لي: هذا كابوس. لا، لم يكن كابوسا، كان حلما لطالما تمنيت أن يتحقق. هل أنا شريرة ليلى؟ قولي لي، هل أنا شريرة؟ ولماذا جعلتني أعتقد طوال هذا الوقت أنني أنا المسؤولة عن ضياع زواجكما؟ لماذا؟ لأنني كنت أبحث عن سبب يقنع الآخرين بأن علاقتي بذلك الرجل يجب أن تنتهي. لا ليلى، لا، لست أنت سبب طلاقنا. أنت من حقق لي هذا الحلم، كشف ذلك النذل على حقيقته. سامحيني، سامحيني ليلى، سامحيني لأني شعرت بالغيرة من حبك لقيس وحب قيس لك. سامحيني ليلى. ما حصل هنا حصل رغما عنا، ومن المؤكد أن أحداً منا لم يكن يريد أن يؤذي عمر، ولكنه تسبب بقتل نفسه. وأريد أن أشكر ربيعة لأنه أنقذ حياة ابنتي. نحن لم نقتل، نحن دافعنا عن أنفسنا
والدفاع عن النفس حق مشروع في كل الأعراف والأديان والشرائع. لذلك أرجو منكم أن تنسوا ما حصل هنا وأن تنسوا حزن ما حصل. فاليوم سيزورنا العقيلي ويطلب يد ليلى لابنه ورد. لن أقبل به. بل ستقبلين به غصبا عنك. أبي لا تجبرها، فالزواج من دون حب مقبرة المرأة. ربيعة لا تكن حزينة، لقد قتلته لأنه كان شريرا يستحق القتل. ليلى ستتزوج ورد لأن إرادتي هنا هي التي ستنفذ. سيدي أود أن ألفت نظرك إلى الأمر الخطر. إن أجبرت ليلى على الزواج بورد ستفقدها. هل ستقتل نفسها؟ هل هي أخبرتك بذلك؟ كلا، ليلى لن تقتل نفسها لأنها مؤمنة، بل سيقتلها العذاب والشوق. أرجوك سيدي لا تجبرها على الزواج بهذا الشاب. اسمع منازل، لا تتدخل فيما لا يعنيك مرة أخرى، مفهوم؟